بلي غالي عجبتني بزاف لا كولور ديالها في البرونز، فيها واحد لي زيستراس كما كتشوفوا لاصقين صراحه فنه، بحكم انني موجده واحد القفيطه ان شاء الله ليا ولبنياتي اللي مخدوم بالبرونز، دونك جا فوقته صراحه زوين، والكاليتي ديالو ما نقولش لكم صراحه كاليتي رائعه رائعه بزاف بزاف. وهذه البنات خديتها للمناسبات، ممكن تلبسيها حتى مع لي جين اولا جلابه، وخديت لها الدبزيطم ديالها صراحه رائعه حمقتني. والصراحه وصلوني بزاف لي تروك من عندها صراحه، ذواقه ما شاء الله عليها، اسماء تحيه ليها من هنا. عندها شي حويجات لي صراحه ما كاينينش في اي بلاصه، ذواقه يعني المحل ديالها فيه داكشي ما نقولش لكم، وان شاء الله فيما نلبس شي حاجه غنطاقيها لكم. واحنا رجعنا لكم بمسابقه احسن واحسن، اكبر مسابقه ديال الجيفواي في المغرب مع اسماء بيوتي. في هذه المسابقه عندنا لكم بزاف ديال المفاجات، كاينه بي اس 4 بالنسبه للناس ديال الجيمين، كاينين ثلاثه ديال الماكينات ديال غسيل المعن بالنسبه للحادقات، ثلاثه ديال الماكينات ديال العجينه، وثلاثه ديال مولينكس، واخيرا عندكم 10000 درهم. 10000 درهم، 10 ديال الناس غادي يربحوا 1000 درهم كل واحد. ما تعكزوش، شاركوا في الجيف واي، ابوناو لهاد الناس اللي كاينين في هاد الكونت، طاقيو ربعه ديال صحابكم في الكومنتير وخليو ابوني في هاد الكونت. يلا حظ موفق للجميع، مع اسماء بيوتي كل شيء رابح.